الوقت راه ضيق، احنا كنا متفاهمين باش في اخر شهر هذا اخر شهر ديسمبر يكون فيه الاجتماع تاع منظمة التحرير الفلسطينية في الجزائر اللي تضم كل المسؤولين الفلسطينيين تاع كل الفئات. ظروفهم خلاتنا على حساب الاخي ابو مازن، فيه ظروف خاصة بالنسبة لرأس العام هذا وفيه، ولكن نواصل في بداية 23 باش نوصل نعاود نحيي الـ OLP منظمة التحرير الفلسطينية، وتبقى دائما وأبدا هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني. فيه كذلك إجراءات، السفير تاعنا في الأمم المتحدة راه بدا ومشكور، ونزيد نواصل ونزيد ندعم، نشوفوا مع دول أخرى اللي تحب تشارك معنا ونطبق يعني الشيء اللي خرجنا به في القمة العربية، هو أن نوصل سنة 23 أن نتمنها باش كل الدول العربية كل الدول المحبة للحرية والسلم تشارك معنا في إطار جمعية العامة للأمم المتحدة حتى أن تصبح فلسطين دولة كاملة الحقوق داخل الأمم المتحدة.